علينا أن نحذر من المتلونين الذين ينطلقون حيث تنطلق مصالحهم، ويقفون حيث تقف مصالحهم، ويدبرون حيث تدبر مصالحهم. فالواجب على من أذنب ذنباً بينه وبين الله أن يتوب وأن يستر على نفسه، لكن من كان داعية إلى كفر، من كان داعية إلى بدعة، إلى هوى، فالواجب عليه إن كان صادقاً في توبته، لأن بعض من الناس ليس صادقاً مع حق الله، مع شرع الله، وليس صادقاً مع الخلق، يتلون حيث تتلون مصالحه ومنافعه وأغراضه. مثل هذا يجب مع توبته إن كان صادقا أن يبين أنه على خطأ فيما مضى وأن يصلح خطأه. إلا الذين تابوا. هنا من هم؟ قال ابن كثير رحمه الله: هذه في الداعية إلى الكفر أو الداعية إلى بدعة، فإن توبته تقبل لكن بهذه الشروط كما قال في التفسير: إلا الذين تابوا، انتهى؟ لا، وأصلحوا وبيّنوا. أما أن يلعب بالناس وإذا بهؤلاء يتلونون حيث تتلون مصالحهم وأغراضهم فالحذر، الحذر. ومتى ما تاب العبد إلى الله توبة نصوحة عما بدر منه فإن قدره ومكانته ترتفع، ليس عند الخلق فحسب بل عند الله ثم عند الخلق. لكن أن يكون بعض الناس متخذاً التقية وهو الستار، تنطلق حركاته حيث تنطلق مصالحه وتقف حركاته حيث تقف مصالحه، فقد قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: التقية هي شعار النفاق، التقية هي شعار النفاق. والحق واضح، ومن يحمل الحق وهو شرع الله يجب أن يكون واضحا في أي زمن، في أي مكان، في أي فتنة، في أي حدث. الشرع واضح، من يحمله يجب أن يكون واضحا، وإلا فالخسران له في الدنيا قبل الآخرة.